ده وصف تحصيلي لتقفيل المحشة الكتفية. ده حضرتك المحرك اهو بتطلعه بره كده بالمقبض بتاعه، تمام. هنا ده حضرتك مجموعة الدبرياش، دي مجموعة الدبرياش. عند ما بيدور المحرك ونزود بتتفتح اللقمتين الدبرياش دول، بيفتحهم في قلب التنبورة دي، في قلب التنبورة دي تنقل الحركة. طول ما التيل ده مفتوح هنا بينقل الحركة. أول حاجة حضرتك بنجيبها بنقفل، بنخلي السرة تحت، السرة الأمامية دي تحت بوش الأرض أهي، وبنجيب دي كده بالأربع مصانير هنا الألانكي بتوعها، وبنركبهم بالوضع ده. واحد اثنين ثلاثة أربعة كده، الأربع مصانير شبتهم، بنبدأ نربطهم بالألانكي بتوعها اللي هو خمسة ألانكي في العدة بالوضع ده، نربطها كده. كده احنا بنثبت مجموعة الدبرياج بتاع الفصل والتشغيل بتوع المحشة، بنربط جمع على مسمار ونجمع المسمار اللي قبله علامة فيه علشان الوش ده انا مولع، لو حصل فيه حاجة او المسمار ركب غلط ممكن ود منه تنقطع، فاحنا بنضطر نربط اتنين قبل بعض، مسمارين الانكاهم قبل بعض الاول، وبعد كده بشد على الاربعة زي كده. ماشي، ربطنا على الاربع مسامير اهمت، ثبتنا المحرك في مجموعه الدبرياش عشان ما يبقاش فيه خلل. ساعه ما ازود بنزيني تنقل الحركه على طول. هذا الاربع مسامير اتربطوا، كده وبنجيب حضرتك المصرفتين المقابض اللي فيه مجموعة التشغيل بيبقى في اليمين الناحية اليمين، تمام، واللي فيه المسند الثاني المقبض الثاني بيبقى في الشمال. بنهوي دول كده عشان نقدر نركب الماسورتين. الماسورتين هنا لما يركبهم ياخدوا نص المسوار قبل بعض، يعني دي كده تبقى الثانيه قبل منها بنفس الايه؟ بنفس المسوار اهي، دخلنا نص ده والنص الثاني هنا اهو، على اساس الاثنين يبقوا رابطين اهو قبل بعض زي نظام جدول. ونبدا نربط بالالانكيه الاربع مسامير اللي احنا حليناهم اهم علشان يثبتوا لنا المقابض اللي هنشيل منها المحش. برضه نفس الطريقه التعامل مع الالومنيوم، مسمار قبل مسمار، ما ينفعش اتنين جنب بعض اهو كده. الجدول ثبت معانا بمجموعة التزويد بكله. تمام؟ نيجي لموضوع السكين. أنا في عندي سكينتين هنا. سكينتين. واحدة 80 سنة وواحدة 40 سنة. خطوة واسعة وخطوة ضيقة. طبعًا أي خضروات بال 80 سنة. بالسكينة ال 80 سنة. اي نواشف بالزبيه ال 40 سنه الاثنين هم الخطوات الضيقه 80 سنه بالاي خضروات
واي نواشف نبدا نركب الكبيره دي علشان الرايش بتاعها بيبدا ينزل من السطحات الواسعه دي. واحنا بنركب ال 80 سم ازاي؟ نجيب المحشه كده ونقلبها كده ونبدا هنا الصاموله دي سن شمال، الصاموله دي سن شمال اهي بتربط يمين وتخلي شمال اهي. بشيل الطبق ده وبشيل الجلده دي وبحط ايه السكينه بتاعتي على اتجاه التشغيل السهم، على اتجاه التشغيل بتاع السهم اهو اشتغل كده. ابدا احط الجلده دي، الجلده دي ما تركبش غلط، فيها بومبيه يبقى لفوق، يعني لو كده يبقى راجع غلط، يبقى كده ما هيش ماسكه السكينه. بصوا السكينه بتلف كده اهي، انما لما بتركب كده بتزنق على السكينه اهي اهي. بص ثبتت في السكينه خلاص تمام. وابدا احط الطاسه دي وابدا احط الصابوله بتاعتي اللي هي السن الشمال، بعكس لها حركه هنا لكني بربط بالظبط اهي ماشي. في هنا بقى حضرتك مصغر تحت اهو، بنبدا نحط الالانكيبه زي السكينه بتاعت الديسك بالظبط. الفرن ده اهو، وابدا الف كده لحد ما الجلبه ايه تعشق معايا، ما عشقتش بنحل دي ونطلع دول ونبيتها فيها اهي. ادي الجلبه اللي تنقل الحركه على الطريق المسلسل الداخلي، وادي الخرم بتاع الايه المسوجر اهو اهو كده. انا مثبت الجلبه عشان اما اربط الصامول من فوق تربط معايا بات كده اهي، ودي وبعدين الطبه دي الغطا ده وبعدين الصاموله بتاعتنا تربط اهي ماشي. انا ماسك السوجر من تحت، وادي حضرتك الايه الصاموله بنربطها، وانا حاطط السوجر تحت اهي لحد ما تجمع معايا السكينه كده تمام تمام. بشيل المسوجر بتاعي تلف السكينه اهي تمام. نشيل العده بقلب تاني كده وكده. طبعا ده وش فبر، في حاله تقطيع بارسين اي حاجه خضراء ده ما بيركبش، ده بيركب هنا كده اهو. حمايه اوبا، حمايه لاي حاجه تخبط في رجلك تمام. اي حاجه خضراء بنشتغل فيها ما بركبش ده، بنشيله خالص عشان السكينه تبقى حره، والشغل بتاع السكينه التلات ارباع قداماني، التلات ارباع قداماني بس. اي حاجه قبل الدروبوكس ما بتتقطعش، انما الوش ده كده بتروح جاي واخد لك 10 15 سم قدام منك تمام. نبدا حضرتك هندور، حطينا البنزين بتاعنا ال 4 لتر عليهم ربع كيلو، ال 4 لتر بنزين عليهم ربع كيلو، بنرجهم وبنحط هنا في غطا التانك ده، نفتح كده ونحط بنزيننا ونقفل تاني، وده مفتاح هواء مسمار هواء، لتحت شغال لفوق قافل تمام. نفس المعبط ده طبعا هنا ده مسوجر بندوس عليه وبندوس على الزرار اللي في الجنب ونشيل كده، بيدينا نص مشوار بنزين. هنا زرار التشغيل اهو زيرو وواحد، بنجيبه على الواحد عشان ينقل لنا الحركه للبوجيه الكهرباء توصلها له على طول. وابدا حضرتك حطيت البنزين، اشد ادور كده ماشي. بعد ما يدور معايا بنزل الهواء تحت وابدا ادوس على المسوجر ده وادوس هنا، خلاص لغالي الحركه كده، جاب السلانسيه بتاع التشغيل بتاعي. عايز ازود واشتغل باجي الاول حاطط الحزام بتاعي بالوضع ده كده، وابدا اشيله كده
وابدأ أشغل أزود عن عن أزود وأقطع أزود وأحس أزود وأحس رجل ورا ورجل قدام وأجيب من الشمال أدي من اليمين أدي في الشمال اتجاه السكينة هنا لو ركب غلط ده بيضيع لي عملية التقطيع كاملة يعني لازم يكون لها اتجاه مع الدوارة حسب السهم اللي على السكينة وضع تركيب اللمامة بنحل ونطلع الجلبة دي وبنحل الثلاث مصانيط دول بالمفك الصليبة ده كده نحل الثلاث مصانيط دول وبنطلع الشجرة السمرة دي اهي طلعت الشجر السمر معانا كل حاجتنا بره بنجيب اللمامة اللمامة حسب اتجاه المحسة عدل بيبقى كده ونجيب دي نركبها مكان الوش ده مكان الوش ده الوش ده بيتلغي وبيركب مكانها ده كده واخد بقى حضرتك كده اهي على نفس الثلاث مسامير بتوع الشجر السمره اللي احنا حليناها اهو واحد اثنين ثلاثة اللمامة دي ما بتركبش غير في حاجتين اثنين بس محصولين اثنين اللي هو الرز والقمح اللي هي الغلبة بعد ما نظبطهم كده كويسين عشان خاطر ما يسيبوش واحنا شغالين بالوضع ده وبنقرص عليهم جامد جدا طبعا اهي اصبحت اللمامه على هذا الوضع راكبه اهي وهنا في مسمارين قفل عليه على الاشياخ بتوعها بنحلهم كده علشان الاشياخ تبقى معانا ونبدا نبيت الاشياخ بالوضع ده ادي اثنين وادي الاثنين التانيين كل شيخ بيخص في مكانه تمام ونبدا نربط دول طبعا اللمامة هنا حسب المحصول بتعلى وتوطى يعني عايز اعليها خالص لو المحصول بتاعي طويل اعليها اهو ماشي ممكن اربطها على كده بالمسمارين دول هتثبت معايا المحصول واطي ببدا انزل كده واربط برضه المسمارين دول السكينة بقى كده زي ما عندنا السكينة بقى حضرتك مع اللمامة احنا كده اللمامه كده بالثلاث مسامير والاربع جوايز دي نربطهم تمام التمام هنبدا نميل كده عشان نركب لك السكينه طبعا احنا هنركب السكينه الواسعه لان احنا بدانا في شغل النواشر دلوقتي السكينه هنا ليها اتجاه اهو اتجاه السنه شمال مع الدوار ايه لازم يبقى شمال لو يمين كده هتديني نص القطع واخد بالك حضرتك بتركب كده السهمين دول اهم وبنركب ناحيه اللمامه من السهمين ولا اهي بنميل كده ونروح جايبين الجلبه بتاعتنا اللي هي دي اللي بتدل لنا الحركه اهي تمام وبنركب المصوغر بتاعنا اللي هو ما ننساهوش ابدا اكننا بنركب اللهم صل على النبي زي الاسطوانه بتاعت الصاروخ اهو ده مصوغر ركب هنا اهو بنفضل مثبتينه كده لحد ما نحط سكينتنا كده اهي
تمام. السكينه هنا ليها مانيف بتبات فيه. ركز يا حاج هنا اهي، لو ركبت كده غلط، لازم تركب كده اهي عشان تلف معانا عدله اهي. وبنبدا نجيب الطبق بتاعنا اللي هو ده الواسع تحت علشان يمسك السكينه اهو كده، اهو كده ماسك السكينه اهو. وبنجيب الغطا بتاعنا ده، وبنجيب الصابونه بتاعتنا اللي هي السن الشمال، اللي هي السن ايه الشمال، وبنبدا نربطها كده اهي من المسوجر اللي تحت، وادي المفتاح بيها. المفتاح ده فيه وظيفتين، ناحيه للصاموله بتاعت الصاروخ وناحيه للبوجيه، يعني بيشتغل لحاجتين. وبنبدا نربط جامد جامد. طبعا الصاموله هنا فيها جوان بلاستيك عشان ما تحلش وهي شغاله لوحدها. بعد ما نربط ايه السكين، ضربتنا جامد خلاص كده السكينه بقت تمام. عدله اهي، عدله اهي، لا فيها فوق ولا فيها تحت. نبدا نميل كده، اصبحت السكينه بتاعتنا راكبه تمام اهي باللمامه. ونبدا عمليه الدواره تاني. الدواره هنا والمقبض بتاعنا هنا في السوبر، بندوس على هنا وهنا، وندوس على الزرار اللي في الجنب ده، ونسيب ايدينا الاثنين اهي كده، واخده معانا استعداد الدوار. في هنا اوف، وفي هنا واحد وصفر. بنجيب على الواحد ونبدا نقفل الهواء ده، ونشد الحبل بعد ما تدور معانا، ننزل الهواء ونيجي على المقبض ده، ندوس دوسه واحده بس كده هيدينا الصلانسين. عايز ازود واشتغل، ببدا اشيل المحشه واخدها على كتفي وادي ايديا اهي كده، البنزين شغال من غير ما ادوس على المسوجر ده مش هيشتغل اهو. لازم ادوس على المسوجر علشان المقبض يشتغل معايا واي خدمات.